جبهة الشعبية باش تفاعل إيجابيا مع كل من يخدم على سياسات بيئية جديدة في بلادنا، لأنه احنا هذا مجال مازال لم يعمل عليه بشكل جدي. البيئة وسياسات بيئية حقيقية ما خدمناش عليها. كان النظام السابق يستعمل هذه المفاهيم من ناحية الحصول على تمويلات خارجية، ومن ناحية أخرى يجمل بها صورته بشكل عام كما كان يستعمل نفس الشيء في مجال حقوق الإنسان. اليوم آن الأوان باش نخدموا على سياسات بيئية جديدة تحفظ البيئة متاعنا وتحفظ ثرواتنا وتسمح بخلق تنمية مستدامة تسمح للأجيال القادمة باش تعيش. لا ما خذلناش، هذا نقاش مجتمعي ضروري، نقاش مجتمعي ضروري اليوم يلزم نعمقوه في محاور جديدة تكون نافعة للبلاد، لعله السياسات البيئية متاعنا واحد منها.